خير مستمعينا الأفاضل، دائما باقيين احنا في ساعتنا الثانية هذه 10:41. وصلنا الآن فقرة وليدتنا دائما مع الأخصائية النفسانية رقية الهوري. صباح الخير للا رقية. صباح النور ريم، صباح الخير على المستمعين الكرام. مرحبا بك، جيت سعداء دائما على أننا نتلقاو معك، لأن دائما معلومات كتفيدنا في تربية وليدتنا أستاذة رقية. اليوم غادي نتحدثوا على مشكل الخجل الزائد عند الوليدات. كاينين وليدات اللي كيحشموا بزاف، وهادشي كيأثر على شخصيتهم حتى ملي كيكبروا، كيولي هناك مشاكل كثيره كترتب عليها. نعم بالفعل، انه الخجل ايضا كيتعتبر من الامراض اللي كتصيب الاطفال، خاصه في بعض البيئات اللي كتكون جد محافظه، بحال مثلا احنا كنشوفوا مثلا الناس اللي كيعانيوا من هذا الشيء هذا، واخا كيكبروا كيبقى عندهم هذا الخجل هذا، وكيمكن كيتهل تحول خجل اجتماعي لرهاب اجتماعي، فكيصعب انهم يندمجوا في الحياه، ينجحوا في حياتهم، يعني يواجهوا في بعض المواقف اللي هي صعيبه، يتخذوا قرارات. ولهذا احنا دائما كنرجعوا كنقولوا الطفوله هي الاساس، فملي كنقولوا الخجل معنى ان الانسان بحال كينسحب، يعني ما كيكونش عنده حتى كيوف اجتماعي. نعم. وكيصعب عليه انه يتكيف مع البيئه لانه كيلقى صعوبه، وبالتالي احنا كنشرحوه نفسيا من ناحيه نفسيه، هو انه قلق، هو هذا الخجل هو قلق خوف شديد، كيخاف من رد فعل الاشخاص، لان كيخاف الناس يضحكوا عليه، كيخاف من طباعات ديالهم. غير هنا ريم اسمحي لي باش نفرقوا ما بين الخجل والحياء، لان في الدارجه ما عندناش هذا التمييز هذا، كنقولوا كيحشم، ولكن هي راه كاين فرق. باللغه العربيه كاين الخجل، هو ديك اللي يعني الخجل الا زاد كيولي مرضي، وهو مشكل سلوكي، يعني ما كيوصلش لحد المرض، ولكن هو مشكل سلوكي، يعني كيولي اعاقه في حياه الانسان. بينما الحياء هو مطلوب، يعني يمكن نقول الانسان يستحي في بعض المواقف اللي كتكون، بينما الخجل هو كيبقى اعاقه لذاك الانسان، وكيبقى مستمر، يعني كيطول في وكيفاش يعني الناس او الاباء يقدروا يفرقوا من هذه الاشياء؟ نعم، بين الحياء والخجل عند وليداتهم، باش لكن هناك الخجل باش يعالجوه تماما، لان كيف قلت لك هو الخجل الى دام واحد الفتره طويله كيولي لاصق بالانسان، يعني كيولي فيه انطواء، كيولي عزله، كيولي بينما كيف قلنا الحياء هذاك كيمكن يكون غير في لحظه واحده، الانسان تقال شي كلمه وهو استحيا، اولا استحيا الصغير كيستحيا من الكبير، اولا فيه يعني قارن بالاحترام، اللي كنقولوا الحياء فيه الاحترام، ومطلوب عند النساء اكثر بطبيعه يعني الانوثه، لانه في مرحله المراهقه كيبان عند كنلاحظوا كيولي اكثر عند البنات، غير هو كيولي فيه شويه ديال الانطواء. باش الناس يميزوا كيف قلت يا ريم بالنسبه للاعراض ديال الخجل، فاحنا كنلاحظوا هي كتفاوت بطبيعه الحال، احنا ما يمكنناش نقولوا هاد الاعراض باش الناس كيسمعوا كيقول لك لا، كاين اللي كتكون عنده يعني زايده بزاف، كاين اللي كتكون عنده ناقصه، كاين اللي كتكون. فهي اول شيء كنعرفوا الانسان هذا هو الوليد الصغير، مثلا ملي كيخبي وجهه، مثلا ملي كيجي يهضروا مع الناس اللي شويه برانيين ولا هذا، كنلاحظوا كيخبي شويه وجهه. ايضا الانسان على حسب دابا السن، ايضا حنا كنتكلموا بشكل عام، قله الكلام تلقاه ما كيبغيش يتكلم بزاف، كيخاف لا يغلط لي الناس ياخذوا عليه. ثم ايضا احمرار الوجه، كيولي الانسان وجهه كيبدا يحمر، ما كيقدرش كيقولوا كيتزمك، ما كيقدرش يكمل الكلام ديالو، بعد ما رش القلب كيبقى يضرب، بعد ما كاين الناس اللي كيصفر لهم وجههم، يعني فمنين هذا كيمكن يتلعثم، وهو تلعثم غير مؤقت، ماشي يعني تلعثم دائما، كيمكن يكون غير مؤقت. ثم ايضا كتلقاه دائما الشوفه ما كيقدرش يشوف فيك في عينيك مباشره. نعم. يعني دائما كيبقى يشني كيليفيت لو روغار، ما كيولا كيشوف في الارض. ثم كاين بعض الوليدات ما كيقدروش يفرقوا والديهم، يعني غير لاصقين معاهم، ما كيقدروش مثلا يلعبوا مع الوليدات الاخرين، كيرفض مثلا الخروج مع الاسره، نقولوا شي بعض المناسبات ولا هذا، بعد ما كيبغي بحال باش شي بنيته ما كتبغيش تلبس حتى شي تقشيطه، نقولوا باش تبان، اولا يعني الحاجه اللي غادي تبينهم ما كيبغيوهاش، يعني ما تيبغوش، كيبغيو يكونوا بعادين على الانظار، يعني كيفضلوا الانسحاب. وهما عاده هاد الوليدات كتلقاهم كيبغيو يخدموا بوحديهم، يفكروا بوحديهم، يبقى جالس بوحديه. هما ايضا كاين ميزه انهم مستمعين جيدين، هاد الناس اللي كيكونوا بحال الوليدات اللي كيكونوا كيحشوا ما كيتكلموش بزاف، لكن كيستمعوا. ايضا كتوصل لحد انه بعد ما كيرفض الذهاب للمدرسه، لان غادي تلاقيه بالدراري، غادي يبقى وهو كيف قلت لك هو دائما شعور بالقلق قبل اي عمل جديد، مثلا فاش واحد غيبغي يدير شي حاجه جديده كيخاف من هاد. ثم كيف قلنا بعض الناس كيكونوا كيبكيو بزاف، ما كيبغيش يواجه، ما كيبغيش يهضر، ملي كنضغطوا عليه شويش كيبداو يبكيو. كيف قلنا كيكون مهروب من مواجهه بعض المواقف، خاصه ملي كتكون شي مواقف جديده. ايضا ما كيبغيوش اننا ملي كنوجدوا لهم النقد، كتولي واحد الحساسيه مفرطه لم اتجاه مثلا الى الاب الى هضر معاه، ولا الاستاذ، ولا شي صاحبه مثلا قال له شي حاجه، هو بحال ما تيرضاش، يعني ما كيتقبلها
علاش؟ انه عنده داك الحساسيه ان الاخرين راه كي ثم تردد في المواقف، ما كيقدرش ياخذ موقف، كيبقى حاير دائما، خصو يلجا اللي كبر منه. ثم كنلقاه فقر في العلاقه الاجتماعيه، يعني العلاقه الاجتماعيه جد قليله، ما كيزعمش انه يدير علاقات. ثم حتى الكلام كيكون بصوت خافت، كيهضر هو حاني راسو، كيهضر غيب شويه، كيف قلت لك سيد فن كاع وجهه في الحضن ديال الام ملي كيشوف شي واحد غريب ولا شي حاجه. ثم ايضا كتلقاه دائما عنده داك عدم القدره على المواجهه، فاش كيكون شي موقف هو يعني ما تعولش عليه، وهادو هما اللي هذه اللي يعني بالتالي هذا الشيء كيتركب، كيولي ضعف الشخصيه. غير بالنسبه للاثار، لان لا ما خصناش نخلي وليداتنا في هذا الشيء هذا، لان كتولي عنده اثار سلبيه نعم في المستقبل، مادام انه كتولي العلاقات عنده الاجتماعيه ناقصه، فهو غيبقى مسكين دائما كيعاني من الوحده، وكيتعرض للاهمال والتجاهل من الاخرين، لان مادام الناس كيجبدوه ولا كي الناس يعني ما كتبذلش مجهود، غيهضر معاك ولكن اليوم غدا يشوفك هذا صافي غادي يبعد عليك، وبالتالي هذا الشيء كيتركب عليه ثقه، نقص الثقه بالنفس، لانه كيولي مثلا موضع سخريه من الاخرين، هذاك ماله ما تيقدرش يدير، مثلا غادي ينوض يلقى شي درس قدام صحابه ولا شي اكسبوزي ولا شي حاجه قدام الناس، ما غاديش خلاص ما تعولش عليه ما قدرش يديرها، اذا هنا كيفقد الثقه في نفسه وحتى في الاخرين، لانه كيولي كيخاف من الناس. ثم هذا ايضا كيخلي انه يفقد العديد من درجات الامتحانات ديالو، خاصه مثلا في الامتحانات الشفويه، هذوك الطلبه من بعد ولا سميتو ما كيقدروش يديروا هذا النوع ديال، وبالتالي هذا كيترتب عليه ان تترتب عليه عفوا انه كيفقد بزاف الفرص في الحياه، لان كنعرفوا ان زعما داك اللي كيكون شويه زعيم في هذا كيكون عنده ديك الثقه بالنفس، هو اللي كيفوز بالفرص اللي كتكون. نعم. وبالتالي هذا الشيء هذا عاوتاني كيولي بحال واحد النوع من الاحساس من العدوان داخلي، فكيولي هو عدوان داخلي كيوجهه لنفسه، وكيولي حتى على الناس، يعني كيولي بحال حاقد. ايضا هذا الشيء الا ما تحولش واحد السلبيه، كتولي واحد السلبيه، واحد الخضوع، واحد كيولي يعني هو خصو غير يدوز ذاك الموقف باش ما كان، فبالتالي كيولي طرو جونتي، يعني ذاك الظريف وهو راه غير حشمان، راه ماشي مساله. ثم ايضا كيولي هاد الناس هادو الا استمروا في هاد الشيء وكبروا، منين كيمشي مثلا شي مخدر شي مره كيدوق اول مره شحال كيعجبو، كيحس براسو تطلق. نعم. تنشوفو بزاف الناس كانوا كيتعالجوا بحال هكذا في يعني في لوبيتال، فين كنتي كدير معاهم مثلا بحال اونتروتيان، وداكشي كيقول لك انا كنت كنحشم بزاف، ودابا فاش كنشرب ولا فاش كان هذا كنولي بحال السبع. نعم. حسيتو. نعم. كيولي كيحس براسو بانه قوي، ما كتبقاش الحشمه، ما كتسمى لها تيميديتي، ما كتبقاش، وبالتالي هنا كيولي يلجأ ليه كل ما غيدير موقف، حتى كيولي داخل في الادمان. ثم ايضا هذا الشيء كيأثر حتى على العلاقات الجنسيه، كيولي الافراط اما مثلا في العاده السريه، لانه ما تيقدرش يمشي مثلا عند الجنس الاخر، كيحشم ما كتلقاه، ما كيقدرش يدير علاقات مع مثلا يعني الطرفين، البنت ولا الولد. نعم. فبالتالي كيمشي كيف اما افراط في العلاقه الجنسيه، ولا كيمشي لهذا سميتو الاصغر منه سنا، وبالتالي كيولي يعني اعاقه، هذا هو اللي. ثم ايضا ما كنشوفوا الناس اللي هذا ما كتلقاوش مناصب قياديه مثلا، ولا في المناصب اللي هي كبيره، دائما كيمشيو المناصب اللي فيها اقل مسؤوليه، لانه كيخاف من فمعرفتش ندوزو الاسباب، ولكن بطبيعه الحال نمشيو للاسباب. نعم. فالاسباب هي بطبيعه الحال كيمكن تكون اسباب شخصيه، بحال كيف قلت لك مثلا انسان كتكون عنده اعاقه واخا بسيطه، مثلا كيكون عنده شي صبيه زايد، او لا صبع مثلا مقطوع، او لا كيعرج مثلا من رجليه، او لا كيف قلنا الشكل ديالو متواضع يعني ماشي جميل، ولا هذا يعني كنهضروا بالنسبه للولد ولا بالنسبه للبنت. نعم. يعني فهاد الشيء هذا كيخلي هاد الاحساس الداخلي يتكون، ومن بعد ايضا كتجي ايضا كيف قلنا نتاج الممارسات الاسريه، هاد المساله هذه دائما كناكدوا عليها وكنلحوا عليها، لان الاساليب التربويه الخاطئه هي اللي كتخلي ايضا داك الاحساس في الطفل ما كان يعني ما كيكونش كامل، فبالتالي كيأثر على التربيه ديالو مع المده. ايضا ملي كيكون الوالدان حتى هما براسهم خجولان، يعني كيكونوا كيحشموا، بحال مثلا كنعرفوا في شي مناطق في المغرب كيكونوا شويه كتكون التربيه واحد يعني ناس جد محافظين. نعم. فبالتالي ان الطفل ولا الولد كيقول لك ولا البنت كتقول لك انا كبرت على داك الشيء، اذا هذيك هي التربيه ديال، او مثلا انا كأم منطويه منعزله، يعني هذه طريقتي في التربيه، فولادي حتى هما غيطلعوا بحالي. نعم. لان غادي نقول هذا هو هذا الشيء اللي كاين، زعما هكا خصنا نترباو، يعني ما شافوش شي نموذج اخر، وبالتالي هنا عاوتاني كيكون الطفل اللي كيكون عنده شعور بالنقص كيف قلت لك، ايضا الطفل اللي ما كيكون عدم الاحساس بالامان والطمانينه،
الوليدات ايضا اللي كيكون عندهم تبول لا ارادي حيث انهم كيفيق كيلقى راسهم في الزق حويجاته فكيبقى حشمان كيبقى ايضا الطفل اللي كيكون عنده تلعثم من الاول اسباب اخرى عاوتاني هذيك كنشوفوه مره اخرى نعم. تلعثم ايضا ما كيبغيش يهضر لانه هذا وبالتالي كيفضل ينسحب من هنا ايضا كيتكون الخجل ثم ايضا كيف قلنا التعرض لشي صدمه مثلا في الصغر شي موقف ولا كيبقى مأثر على الانسان اما تيكون اغتصاب جنسي ولا اغتصاب بدني ولا حادثه السير ولا مثلا شي حاجه مهم اللي كتكون يعني طبعات نفسيه ديال الطفل وخلات تكون عنده اضطراب ثم ايضا ملي كنقارنوا بخوتو لان احنا دائما كنقولوا ان المقارنه دائما فيها مشكل يعني غير عادله لان كنقارنوا الوليد ولا البنيته داكشي اللي خايب فيه باحسن ما فخاه ولا في الاخر كنقول ما كنقارنوش جميع الجوانب كنقولوا مثلا نتوما في هذا الجانب دايرين فهل لا كنقولوا غير شوف خاك انت ما دارش انت ما درتيش انت خاك دار اذا هنا كيولي هو تيكره خاه وبالتالي ايضا حداك الكريتيك الزائد انني دائما كنبقى نعلق عليه فيما يتحرك خصني داكشي يعني عنده محسوب كيولي الطفل شنو كيدير باش ما يوقعش في الخطا كيولي كينسحب نعم ثم كيف قلت لك اختلال صوره الجسد يعني ديك ليماج دو سوا ديال لونفون ولا البنيته ولا هذا ما كتكونش كامله كتبقى دائما خاصه في المراهقه عاد كيبدا يكونها كيشوف المرايا كيلقى مثلا حب الشباب او الشكل ديالو خاصه عند الاولاد ايضا كتكون عندهم بحال شويه في وجههم المنخر كيبدا يكبر هذا ما تيعجبهمش الحال كيوليو شنو هنا كينسحبوا كيوليو كيحشموا ايضا كيسبب واحد الخطا فلهذا كنقولوا بعض المرات داك الطفل اللي كيكون كيقاوم وهذا ديك المقاومه اللي كتكون عنده قوير احيانا كيكون من مورها واحد الضعف خصنا نرحموهم في هذه المساله هذه احنا دائما كيف قلنا احنا اللي بعقلنا احنا اللي يعني اوني ادولت يعني راشدين وواعيين كنعرفوا شنو كنديروا فاحنا هذه المسائل كلها اللي نشوفوها عند الطفل خصنا نحاولوا ما امكن باش نحاولوا نساعدوه نعم. بالنسبة للوليدات اللي كنلقاو عندهم هذه المشاكل كلها أستاذة رقية شنو ممكن الآباء يمكن يديروا باش يتفادوا ويوقعوا في هذا المشكل نعم قبل ما نتكلموا على العلاج نتكلموا بعدا غير الوقايه بالنسبه مثلا للوليدات اللي الناس اللي عاد كيربي وليداتهم غير باش دائما يتبعوا الاساليب التربويه اللي هي صحيحه نعم. فبطبيعه الحال على الاباء دائما مساعده الابناء ديالهم باش كيطوروا داك المهارات حتى ديك الخبرات الوالدين كينقلوها لهم بواحد الطريقه على حسب السن ديالهم فمثلا انا ولدي ولا بنتي ما غاديش نعطيه مثلا شي اعمال ولا نكلفه بشي حاجه اللي غادي تفوق القدرات ديالو اللي ما يقدرش يديرها ويحس بالفشل من بعد غادي يحس بالفشل وغادي صافي غادي بحال غادي نحطمو دائما نعطيه على حسب السن ديالو ثم ايضا من صغري نعود الولادي مثلا على مخالطه الاخرين نشوف مثلا عبر افلام وثائقيه الا كانت مثلا شي جمعيات كان شي سفر باش كيتعرف على مجتمعات اخرى على ثقافات اخرى على اجانب نعم. ما يبقاش الوليد غير بين باهم مخلوي بالدرجه كنقولو مخلوي يعني نعم. يبقى باش يكون حتى لي زاكتيفيتي الواحد يديرها لوليداته باش يخرجوا من هذا الحباس حيت دابا ولات الاسره ولات دابا الاسره النوويه شحال هادي كانت الابن كيتربى في احدى الاسره الكبيره العم الخاله الجد الجده دابا ولات الاسره النوويه ولات كتخلق عده مشاكل نفسيه للوليدات فوالا كيبقى محدود غير بين الحال هادي كانت كيف قلتي الجد والجده الاخوال الخالات كيربيو حتى في الحي ولا في الدرب يعني كتلقى كلشي دابا حنا ولينا كنقولوا ايضا انه مع الاسره ولات اطراف اخرى كتربي معنا يعني ابينا بغينا ولا كرهنا نعم. يعني كناش نقولوا حنا واخا بغينا تربي حتى هي كتلقى اطراف اخرى بحال كيف قلنا في الانترنت القنوات الفضائيه الولد راه دابا كتعيا تربي ولدك ولا بنتك كتلقاه قابط نقولوا داخل الانترنت في بلاصه اخرى ما كتشوفش ما كتعرفش شنو كيخالط ما كتعرفش العلاقات اللي كيربط ما كتعرفش نعم. المشاكل اللي ممكن تجيك واحد النافذه يعني محلوله من المشاكل وكيدخل لك منها المشاكل وانت ما عارفش شنو نعم. فلهذا كيف قلنا ما نكرهوش نصاحبوهم باش كنقولوا حنا خص داك العلاقه تكون قويه بالحب باش دائما كتبقى ما كيخبيش عليك الا تلقى شي مشكل مثلا بحال هكذاك كيجي يعاود لك يقول لك بابا ولا ماما لان عارف انت كتبغيه عارف انك كتثق فيه عارف فلهذا دائما داك المصاحبه اساسيه وتربطوا العلاقه لان كل ما كتكون علاقتنا حنا قويه ومتينه بحال واحد الحبل احنا كيبقى قابطنا معاه نعم. كل ما يعني الاخرين ما يقدروش ياثروا فيه فنكملوا هذه القضيه ديال انه دائما كيخصنا نصطحبوهم كلنا لزياره الاهل والاقارب نعم. دائما وهنا عاوتاني خصنا كزوجين وكاب وكام نربطوا العلاقات مع الاهل ديال الاب ديال الزوج والزوجه يعني دائما خصنا ايضا نعلموا كيفاش يتعامل مع الفشل وحنا هذه خصنا بعدا حنا نتربوا عليها حنا نعم. خص الاباء في الاول حد نربيو لوليداتنا نعم.
كيفاش نتعاملوا مع التغييرات والتحولات اللي كتوقع، كيفاش نعم. حنا نسيروا الغضب ديالنا، الاحباط، الفشل، كيفاش نستخدموا الفكاهه يعني في الحياه اليوميه، ما نبقاش الانسان دائما جد يعني معقول وجد متصلب، خص تكون داك المرونه. كيفاش يكون ثم ايضا خص الاعتذار والغفران عند الخطا، يتعلم يعني كيفاش انني نسامح، وكيفاش يتعلمها الا هو خطا وسمحت له، كنقول له ولدي شي ما كان من الخطا كنتعلمه نعم. والفشل ما يمكنش نعتبره راه نهايه العالم، دائما الفشل هو كتجربه كيمكن عاوتاني. ثم ايضا نعلمه كيفاش يعطي مجاملات الاخرين باش هو يربط علاقات، باش يساعد الاخرين لانه راه كيلقى راحته نعم. كيفاش يعبر على ذاته، كيفاش هو يطلب المساعده اللي هو محتاج ليها، كيفاش ايضا يتقبل الخساره، كيفاش انه مثلا نخليه يخلي الناس الاخرين يشعروا بالحب والتقدير معاه باش هو يولي محبوب نعم. ان ملي كيولي مثلا مع صحابه في المدرسه ولا الاقران ديالو كيفكر فيهم، يدير لهم مثلا هديه في عيد الميلاد ديالهم، كيفاش يشارك مثلا كانت شي اذاعه مدرسيه بحال هكذا المهم نعم. مسائل اللي فيها شويه ديال القياديه وشويه المسؤوليه باش هنا كيحس بانه مثلا راه حتى هو راه نافع حتى هو نعم. وما ما يمكنش ما يمكنش زعما غادي كنقولوا ما خصناش نقدوه ولا نوبخوه امام الاخرين لانه كيحس بالنقص. ثم ايضا ندربوه لانه يعتمد على نفسه، وهذه دائما كنقولوها انه نعم. راه الا تحمل وليد المسؤوليه كيتحمل حتى المسؤوليه ديال نفسه نعم. فهنايا الا بغينا بعجله يعطيك السر استاذه رقيه نعم. انا ما بقناش كثير هادي باغي باش هنا كنقولوا خصنا نتفاهموا الا كان عنده بصح خجل مرضي نعم. انا كيخصنا نتفاهموه ونغرسوا، نحاول نغرسوا الثقه بالنفس ديالو، كيف قلنا ندربوه لانه كيفاش يعبر على المشاعر ديالو نعم. ونحفزوه دائما ونهيئوه بعد المواقف الحرجه، مثلا انت غادي توقف واحد الموقف حرج، شنو خصك دير؟ هادو هما سميتو نكملوا الا ما كانش الوقت نخليها لمره اخرى لان مازال تم ان شاء الله كاين كثير ما يتقال في هذا الموضوع. كنا غدا مبرمجين نتكلموا على مشكل اللي كيعني منه الاباء كثير اللي هو قله الاكل عند الوليدات، ودابا مع كاين الصاد وقرب يعني فصل الصيف كيكون هناك مشاكل عده، ولكن اكيد غادي نعاودوا نرجعوا هذا الموضوع باش نهضروا عليه بالتفصيل. شكرا لك استاذه رقيه الرودي الاخصائيه النفسانيه.